كما سيد الوزير كما عندك بعض فضلك. سيد الوزراء سيد الوزير نتأكد من أهمية هذا المفهوم. القناة البرلمانية المفهوم نتاعها هو إبراز الممارسة الديمقراطية الحقيقية وممارسة الديمقراطية من خلال الممثلين تاع الشعب. كان أمور كثيرة دبلوماسية البرلمانية، كان طرق كثيرة وأساليب المراقبة. إحنا عن طريق هذا القناة إن شاء الله راح نعطي لهم الصورة الحقيقية ويتابعوا ويعرفوا حتى يقيموا الأداء تاع الناس اللي قدموهم المسؤولية. تطبيقا لدستور 2020 والمادة 54 تاع الدستور، وكذلك تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتزامه الرقم 36. ومما لا شك فيه أن هذه القناة الموضوعية من شأنها أن تعزز الحق وتقرب المواطن من البرلمان وتدعم الثقة بين المواطن والبرلمان بغرفتيه.